في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن أنس رضي الله عنه قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ الصلاة بين السواري، يعني بين الأعمدة، فكانوا يتقونها. وذلك حتى معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها. والسبب في النهي عن الصلاة بين السواري لأنها كما قال العلماء تقطع الصفوف، لكن قالوا إن وجدت حاجة من ازدحام ونحوه فإنه يصلي بين الصفوف ولا حرج.